إن مفهوم إساءة استخدام السلطة يتجاوز حدود الفوقية والتعسف والتفرد بالقرارات، فهو يعني أيضا التنفيع الغير مشروع الذي له أوجه مختلفة، ورح نتعرف عليها أكثر مع المحامي عبد الله العلاج اليوم. صباح الخير عبد الله. يا هلا وسهلا فيك، صباح النور، يعطيك العافيه واشكركم على هذه الاستضافه. دائما تشرفنا وتنورنا اكيد عبد الله. يطول عمرك، مشكوره، ما قصرتي. عبد الله، لو بنتكلم عن مفهوم سوء استخدام السلطه، يمكن الكثير يعني نسمع دائما ان اصحاب السلطه يستخدمون صلاحياتهم في امور خاطئه، فلو بنفسرها ما هو مفهوم استخدام او سوء استخدام السلطه؟ طبعا بالبدايه فيما يتعلق لما بنتكلم عن اساءه استخدام السلطه، هو امر متعلق بين جهه اداريه وموظف او عامل يعمل في هذه الجهه الاداريه. طبعا المشرع الكويتي اسند للجهه الاداريه اصدار جميع القرارات اللي ترى فيها الصالح العام والمصلحه العامه لاي إن كان، سواء فيما يتعلق بالزيادات، بالمكافآت، بنقل الموظفين، اي إن كان. لكن المحكمه والمشرع الكويتي قال لك في جزئيه متعلقه ممكن الجهه الاداريه تسيء استخدام هذه السلطه، وكذلك المحكمة الإدارية تبسط رقابتها على هذه القرارات. إذا كانت هذه القرارات فيها مصلحة عامة لجهة العمل أو للجهة الحكومية، المحكمة تؤيد هذا القرار. لكن إذا رأت المحكمة أن هذا القرار فيه إساءة لاستخدام السلطة، فيه تعنت، فيه عقوبة مبطنة، تتصدى لهذه الإساءة أو هذا الاستخدام السيء للسلطة. فمفهوم إساءة استخدام السلطة هي أي قرارات تصدر من الجهة الإدارية تكون هذه القرارات مبطنة في عقوبة متعلقة في نقل هذا الموظف، أو عقوبة مشددة، أو أن عقوبة تأديبية، أو أن فصل تشددي ضد هذا العامل أو هذا الموظف. يعني من هو المتضرر من سوء استخدام السلطة؟ هو الموظف احنا قاعد نتكلم؟ طبعاً. او اي شخص يكون عليه احنا خلينا ناخذها من الجانبين. ايه؟ الجانب الاول هو الموظف اللي هو راح يتضرر من هذا القرار. تمام. وكذلك الجهة الإدارية اللي هو الشخص المسؤول اللي راح يصدر القرار ممكن يضر هذه الجهة الإدارية. يعني معلش، انت مسؤول في هذه الجهة او في هذه الوزارة او اي كان، تصدر قرار ممكن تضر العمل في هذا المكان. كذلك انت يعني انت مسؤول مسؤول عن اصدار هذه القرارات، كذلك انت مسؤول عن هذا المكان، انك تحافظ على العمل فيه، تحافظ على الاجراءات، السير، تحافظ على كل هذه الاجراءات. فالمحكمه تبسط رقابتها على هذه القرارات اللي هي تكون فيها اساءه استخدام السلطه. السؤال، ليش هناك استخدام خاطئ للسلطه؟ شنو السبب؟ وخصوصا يعني خلينا نتكلم عن الدوائر الحكوميه، ما السبب؟ احنا للاسف نقول ان في بعض الحالات اللي حصلت واللي دائما تحصل بالمحاكم، ان البعض يعني يتخذ قرار في نقل موظف من جهه الى جهه اخرى او من قسم الى قسم اخر، ويكون هذا القرار مبطن في تعسف، في عقوبه. طبعا هذا بتاتا ما يجوز بتاتا للجهه الاداريه انها تصدر قرار مثلا نقل فلان الفلاني للجهه الفلانيه لمخالفته كذا كذا وكذا. طبعا هذا يعتبر عقوبه مبطنه، وهذه المحكمه تتصدى لها مباشره. يعني كذلك احنا قبل شوي تكلمنا ان المواطنين يكونوا متضررين وجهه العمل لازم تحافظ، كذلك المواطن له حقوق فيما يتعلق بالمدد اللي تظل منها ضد اي قرار يصدر ضده. طبعا اي قرار يصدر هو قرار في اساءه استخدام السلطه. نعم. وهذا الموظف او هذا الشخص يشوف ان هذا القرار في تعسف وفي ظلم، عنده مده محدده اللي هي 60 يوم يتقدم في تظلم للجهه الاداريه، وبعد 60 يوم يحق له يرفع دعوه مباشره امام المحكمه. لكن من حقوق المواطنين انه ما يرفع دعوه مباشره امام المحكمه، ما يجوز بتاتا ترفع الدعاوي الاداريه. لازم يكون في مده محدده لتقديم التظلم، يعني تقصد 60 يوم. يعني تقصد عبد الله هو بالبدايه لازم ما يلجا على طول للمحكمه؟ لا، لازم، يعني لازم عن طريق الاداره. نعم. تظلم، يرفع يقدم تظلم للشؤون القانونيه في الوزاره، وينتظر مده 60 يوم. نعم. بعد 60 يوم يرفع دعوه، وكذلك بعد الانقضاء 60 يوم الاولى عند 60 يوم الثانيه لرفع الدعوه. تمام. احنا خلينا نتكلم الحين لو بنتكلم عن القوانين يعني والنظم الداخليه في بعض الدوائر، نتكلم اول الجهات الحكوميه الخاصه، شلون اللي يحدد هذه الضوابط واللي يحدد منو استخدام السلطه؟ نعم. طبعا المشرع الكويتي والديوان الخدمه المدنيه اصدرت قرارات متعلقه في العمل داخل الجهات الحكوميه، فيما يتعلق بالموظف هذا يكون اذا كان على راس عمله يصدر في قرار ندب لعمل في جهة أخرى أو أنه في قسم آخر. كذلك يعني هذه كلها قرارات ترتب العمل داخل هذه الوزارة، وكلها مرتبطة في ديوان الخدمة المدنية وقرارات ديوان الخدمة المدنية. كل موظف يصدر ضده قرار يلتزم في هذا القرار، لكن أنه يقوم في أعمال ما هي متعلقة بتاتا في عمله،
هني ممكن انه يقول حق الشخص هذا المسؤول يقول انت قاعد تتجاوز حقك، انت قاعد تسيء استخدام السلطه، لازم يكون في قرار منظم وقرار رسمي اتجاهي على اساس اني اقوم في العمل المطلوب مني. فاللوائح الداخليه والنظم الداخليه في جميع الوزارات مرتبطه في ديوان الخدمه المدنيه، ديوان الخدمه المدنيه تصدر قرارات متعلقه في العمل، تصدر ساعات العمل الرسميه كذلك. احنا لو لاحظ يعني اقل ما فيها شهر رمضان المبارك واحنا مقبلين على شهر رمضان المبارك، ديوان الخدمه المدنيه يصدر قرار رسمي في الدوام الرسمي لشهر رمضان المبارك من الساعة الفلانية للساعة الفلانية. كلها قرارات، هذه قرارات إدارية منظمة للعمل في الجهات الحكومية. المشرع الكويتي قال لك هذه ما راح أتركها لأي مسؤول يجي لي هذه الوزارة أو أنه يكون يقول لك أنا أخليكم تداومون الساعة الفلانية، هذا أمر طبعا مرفوض. إحنا في دولة قانون، في دولة دستور، في قانون منظم، في لائحة داخلية، في قرارات داخلية تنظم هذه الإجراءات كلها. نعم، وعلى ذكر المشرع مثل ما ذكرت عبد الله، لو نتكلم شلون يقدر المشرع فعلا يحمي سواء المواطنين أو الموافدين من استخدام الخطأ للسلطة، شلون يقدر كمشرع؟ طبعا المشرع الكويتي أنشأ المحكمة الإدارية، والمحكمة الإدارية إنشاء محكمة إدارية هو خاص في ومتعلق في مسألة التظلم ورفع الدعاوي ضد القرارات اللي تصدر من الجهات الإدارية. فالمشرع الكويتي حمل المواطن الكويتي، حمل الموظف الكويتي من أي قرار يصدر ضده، قلناها فيه إجراءات مترتبة على ذلك، يرفع دعوى أمام المحكمة. يكون حقه محفوظ بالكامل أمام المحكمة. درجات التقاضي ثلاثة، محكمة أول درجة، محكمة استئناف، محكمة التمييز، حقه محفوظ أمام ثلاث درجات التقاضي. حق له إذا 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 ارتضى في حكم أول درجة خير وبركة، ما ارتضى يطعن على حكم أول درجة أمام محكمة الاستئناف. وبالنهاية تكون عنده محكمة التمييز هي الفيصل والنهاية بين يعني الجهة الإدارية والموظف هذا. تمام. عملية إن إثبات إن تم استخدام السلطة أو استخدام الخاطئ للسلطة، شلون الشخص يقدر يثبت إن فعلا في استخدام خاطئ للسلطة؟ طبعا قلت لك بالبدايه فيما يتعلق في مساله النقل المبطن اللي يكون فيه اساءه لاستخدام السلطه او ان العقوبه في جزئيه جدا مهمه وقاعد في شروط معينه لها. اي طبعا في شروط معينه ان القرار الاداري مبنى على الصالح العام، لازم القرار الاداري يبنى على المصلحه العامه لجهه العمل. اذا خالف هذه الشروط او خالف المصلحه العامه، المحكمه الاداريه تبسط رقبتها على هذا القرار وممكن تلقي هذا القرار وتعوض المتضرر في تعويض مادي. انزين، اذا افترضنا ان مدير العمل او المسؤول شاف ان هذه لمصلحه العمل وقرر نقل الموظف، الموظف بالنسبه له يمكن هذا في ظلم وتعسف. نعم. وتم الزام الموظف انه يتبع الاجراء ويتم نقله. طبعا هو بالمقابل اذا صدر القرار الاداري ملزم انك انت تطبق القرار الاداري. ملزم طبعا، حتى اذا رفعت تطعن تظلم. تقدم تظلم وتطعن عليه امام المحكمه لحين صدور الحكم. انت ممكن تقدم تظلم وخلال الستين يوم الجهه الاداريه ترد عليك وتلغي القرار، وحصلت في وزارات معينه ان خلال الستين يوم الجهه الاداريه تستدعي الموظف تلقى ان القرار هذا خطا وتعدل هذا الخطا. نعم. تمام. في جزئيه جدا مهمه وقاعد تفصل فيها المحاكم في الاونه الاخيره فيما يتعلق في الجهات اللي تحط اعلان رسمي وتطلب مثلا موظفين وتقول لك يبقى احنا عندنا شروط حديث التخرج، معدل كيت ويقبل مثلا 100 شخص وفي مثلا 10 اشخاص يقول لك انا حاصل على معدل مرتفع وحديث تخرج واستحق ومستوفي الشروط وقابلت المقابله الشخصيه ودخلت الاختبار القدرات واشتجت هذا القرار وتفاجات ان انا مستبعد من التعيين. هني كذلك يحق للتظلم من هذا القرار، قرار تعيين الموظفين. نعم. ويروح للمحكمه الاداريه، وكذلك المحكمه الاداريه يعني في احد الاحكام اللي صدر في الاونه الاخيره من الاحكام يعني الاحكام الجميله. في احدى الجهات الاداريه اصدرت قرار بتعيين، طبعا اللجنه اللي كانت مشكله قالت لك احنا نبي مثلا عدد رجال كذا وعدد نساء كذا، وقبلوا يعني شاب معدل نازل وفتاه بمعدل فتاة في معدل مرتفع لم تقبل وشاب في معدل نازل ارتفع. لما جت الجهة الإدارية أمام المحكمة قالت والله احنا ملزمين في عدد الذكور والإناث. نعم. جت المحكمة الإدارية قالت لك هذا مخالف للدستور، انت ما دام هذه الفتاة معدلها مرتفع. نعم. مو انت يعني انت مجبر انك تقبلها لان معدلها مرتفع، لكن تقبل في شخص اقل منها بحجة انه تفرق بين الاناث والذكور. هذا نعم. يعني المحكمة الادارية تصدت له وصدر حكم لها والزمت الجهة الادارية بتعيينها في هذا المرفق. يعني هذه احدى الامثلة يمكن اللي ذكرتها استاذ عبد الله، يمكن شددتها بعض اروقة المحاكم. نعم. في بعض القضايا في استخدام الخطأ للسلطة. نعم. هذا هو. لو نتكلم الحين عن وزارة الداخلية وخلنا ناخذها كمثال، تعتبر يعني وزارة الداخلية في العمل الميداني دائما
يكون لهم يعني يعتبرون العناصر والضباط هذه الوزارة لديهم صلاحيات مختلفة تماما. هل ينطبق عليهم نفس اللي احنا قاعد نتكلم عنه في ناحية طبعا هم احنا في خلينا ناخذها من جانب ثاني اللي هو جانب مهم في متعلق في النظام العام والسلامه العامه للمواطنين. طبعا رجال الضبطيه القضائيه رجال وزاره الداخليه لهم حق في الضبطيه القضائيه لاي كان اثناء وقوع الجريمه المشهوده اثناء صدور امر بضبط احضار اي كان، لكن المشرع الكويتي قال لك انت كرجل امن عندك حدود متعلقة في سلطتك في إلقاء القبض على هذا المتهم أو على هذا الشخص، لكن أنك تتعدى هذه الحدود وتعتدي على هذا الشخص بالضرب أي إن كان فهنا أنت هني تعرض نفسك لجريمة. نعم. وهذه الجريمة عقوبتها جنحة مدتها سنتين أو غرامة مالية، وتعتبر هذه تهمة إساءة استخدام السلطة، وطبعا تحال للإدارة العامة للتحقيقات وتحقق فيها إذا أي شخص يعني استوقف تم استيقافه وتم الاعتداء عليه بحجة أني والله أنا أبي ألقي القبض عليه. تلقي القبض عليه حقك، بالعكس إذا كانت جريمة مشهودة وفي كانت شروط محددة لاستيقاف هذا الشخص وإلقاء القبض عليه، لكن بالمقابل أنت مسؤول على سلامة هذا الشخص ولازم تحافظ عليه. تلقي القبض عليه وتحيله للجهات المختصة في شروط محددة ولازم تحافظ على سلامة هذا الشخص. نعم. نتكلم عن يعني أكيد محدودية وسلطة كبيرة في الشارع أكيد. نعم. لو بنتكلم شلون طريقة التعامل معهم انت طبعا انت كمواطن يعني احنا يؤسفنا طبعا يؤسفني في البدايه في الدول المتقدمه دائما نشوف ان الدوريات تكون فيها كاميرا لايف بالامام. نعم. تحفظ حق المواطن وتحفظ حق رجل الامن، احنا للاسف نفتقد هذا الشيء. لكن في بعض الدوريات يعني الدورات الحديثه كان لنا وقفه في بعض التقارير كان تم تطبيق هذا موضوع الكاميرا هذا شيء زين اذا تطبق على جميع الدوريات. في بعض الدوريات هذا شيء زين. نعم. انك انت تحفظ حق المواطن وتحفظ حق رجل الامن. طبعا اي مواطن يعني يتم استيقافه في نقطة تفتيش ويقول لي أنت مطلوب منك 1 2 3، طبعا لازم يمتثل للرجل الأمن لأن هذه يعني أوامر عسكرية ولازم أنت تمتثلها، تروح لجهات التحقيق، أي اعتراض عندك تروح لجهات التحقيق. لكن بالمقابل إذا لاحظت أو حسيت أن رجل الأمن هذا يحاول أن يعتدي عليك في طريقة وأنه قاعد يسيء استخدام سلطته مثلا في خلافات شخصية ومش عارف إيش، أنت تضطر أن هي ترفع السماعة وتتصل على العمليات وتطلب دورية أخرى يعني معلش سلامتك وسلامة الطريق وسلامة المواطنين طبعاً. على أساس أنك تحفظ حقك وتحفظ حق الآخرين. لازم تبلغ الجهات الحكومية طبعاً. في هذا الأمر طبعاً. هذا يعني وعي محتاجينه أكيد من الأفراد سواء يعني من الطرفين طبعاً يعني. وكذلك ما أقطع كلامك بالخير، في جهة الرقابة والتفتيش في وزارة الداخلية يتقبلون جميع الشكاوي ضد رجال الأمن. أي واحد يستوقفك كرجل أمن عسكري يسيء استخدام سلطته لخلاف شخصي أو أي إن كان، أنت ممكن أنك تأخذ رقم الدورية هذه أو رقم هذا العسكري تروح للرقابة والتفتيش في وزارة الداخلية تقدم شكوى ضد هذا الموظف ويفتحون التحقيق الإداري ويحققون إذا ما كنت بتقدم شكوى جزائية في المخافر. أتوقع هذا شيء جدا جميل إنه يتم في نشوف هالمجهود هالمبادرة أكيد منهم. نعم. يعني على حفظ مثل ما ذكرنا حقوق كلا الطرفين. لو بنتكلم عن شنو هي العقوبة والجزاء في حالة يعني تم الإثبات إنه في شخص استخدم سلطته في غير محلها، شنو هي العقوبة اللي بتكون؟ هني خلينا نفرق فيما يتعلق بالقرارات الإدارية ولا بالأمور العسكرية فيما يتعلق باستيقاف المواطنين؟ بالأمور الإدارية. بالأمور الإدارية لا توجد عقوبة. لا توجد. بتاتاً لا توجد عقوبة، أنت كمواطن يصدر ضدك قرار وتلقيه المحكمة وتقول للمحكمة أن هذا القرار تعسفي وهذا قرار مبطن وهذا قرار يعني يفتقد الصالح العام، المحكمة تعوضك تعويض مادي فقط. عن الضرر اللي حاشك عليه، وكذلك انت لما ترفع دعوى امام المحكمه عليك عبء اثبات الضرر، انت تضررت للاسباب 1 2 3، انت لما انتقلت في المكان هذا فقدت مثلا نقول بونس، فقدت بدل طريق، فقدت يعني تضررت للاسباب، لازم تثبتها امام المحكمه وتاخذ التعويض اللي تحدده لك المحكمه وتبقى سلطه تقديريه للمحكمه فيما يتعلق في التعويض المدني اللي هو انت تطلب امام المحكمه الاداريه. تمام. يعني بالجانب الاداري مجرد تعويض مادي، تعويض مادي. اما نتكلم عن الجانب الاخر نتكلم عن الجانب الاخر قلت لك هذه جريمه والمشرع الكويتي وفي قانون الجزاء كذلك حط لها عقوبه متعلقه بساعه استخدام السلطه تصل عقوبتها الى الحبس سنتين أو غرامة مالية ضد أي رجل أمن يرتكب إساءة استخدام السلطة ضد المواطنين، ضد أي وافد أو أي شخص موجود داخل الكويت في الأماكن العامة. لو بتكلم وبذكر مثلا في بعض المراجعين يروحون إلى الدوائر الحكومية أو بعض الموظفين مثلا يرفض كمثال يرفض مثلا يخلص هالمعاملة أو هالإجراء لمراجع.
نعم. هذا تعتبر سوء استخدام للسلطة؟ لا طبعا، هني انت تضطر انك تروح للشخص المسؤول وتعرف الاسباب ان الموظف هذا ليش رفض انه يمشي معاملتك او انه يتمم هذه المعاملة او ليش حاول انه يعرقل المعاملة. اذا كنت انت معاملتك كاملة وطبعا يحق لك انك تمشيها، تروح للشخص المسؤول وتقدم شكوى ضد هذا الموظف، تقول هذا الموظف يعني حاول انه بقدر المستطاع انه يعني يعرقل معاملتي وما يمشي معاملتي. لكن بالمقابل اذا دخلت على الجهه الاداريه ولقيت موظف مثلا ما رد عليك او ما رضى يمشي معاملتك، ما يحق لك كذلك تعتدي عليه او تسيله او انك يعني تقذفه او تسبه، هذا كله كلام مرفوض. كذلك هذه فيها عقوبه في قانون الجزاء، اهانه موظف عام اثناء يعني تأدية عمله. تمام، احنا نتكلم باختصار عن المحاذير. عبد الله، المحاذير اي شخص اللي يقع فيها يمكن اذا واجه شخص عنده سلطه، نحذر الناس في حاله انه واجهها مثل هالموقف، ان ننبه الناس ان لا تتخذ هالاجراء مثل ما قلت، سواء السب والقذف او اهانه موظف اثناء اذا عمله. في محاذير اخرى؟ لا طبعا، انت قلت لك اذا في حال انه والله انت لقيت هذا الموظف رفض يمشي المعامله، تلجا الى الشخص المسؤول فوقه، تروح للمراقب، تروح للمدير، تروح للوكيل، تبلغه اللي حصل معاك. لكن ما يحق لك انك تعتدي عليه او انك تسيله، لان هذا يبقى موظف عام، هذا موظف جاي من بيته وتارك اهله وجاي يؤدي عمله. اذا ادى عمله على اكمل وجه فله الشكر منه ويعطيه العافيه. اذا كان يعني اثناء تاديه عمله قاعد يحاول انه يعرقل الموظف، يعرقل المتقاضين او المواطنين بتنفيذ معاملاتهم، انت تلجا الى الشكوى الاداريه، تقدم شكوى اداريه. نعم. تروح للجهات المختصه تقول يا جماعه انا اشتكي على الموظف هذا لانه رفض يمشي معاملتي دون اسباب تذكر. اذا في اسباب تذكر، اذا قال معاملتك ناقصه فيها اوراق، فهذا من حقه طبعا، لان انت بالنهايه ما استوفيت الشروط المستوفاه يعني. صحيح، ما تعتبر سوء استخدام هذه المعامله. طبعا. رساله اخيره حابه توجهها عبد الله لكل من يعتقد او لكل شخص يستخدم استخدام خاطئ للسلطه اللي مخوله. طبعا احنا يعني يحزننا الفتره الاخيره ان المحكمه الاداريه قاعد تلغي يعني قرارات كثيره فيما يتعلق في القرارات الاداريه، وهذا دليل ان في اساءه لاستخدام السلطه. فاحنا رسالتنا طبعا للاشخاص المسؤولين فيما يتعلق في اصدار القرارات، نتمنى ان ما تكون في قرارات مبطنه في اساءه استخدام السلطه او العقوبه فيما يتعلق بنقل الموظفين، فيما يتعلق بالمميزات الماليه، فيما يتعلق في هذه. فاحنا نتمنى من الجهات الاداريه ان كذلك لما احنا كمحامين نقدم تظلمات فيما يتعلق في مواطنين يوكلوننا في قضايا، للاسف ان ننتظر 60 يوم وتمر 60 يوم بدون رد، فنلجا نروح للمحكمه. فاحنا نتمنى انه يكون في تفاعل، نتمنى يكون في رد سريع فيما يتعلق بالتظلمات، لان تبقى هذه حقوق ناس وحقوق مواطنين. طبعا اكيد نتمنى على الجميع اكيد طبعًا. سواء صاحب السلطه او الشخص اللي قاعد تتم ممارسه السلطه عليه، انه يتم على الاقل يكون الموضوع متحضر، ونتم احنا نتمنى يعني يتم مقارنتنا في الدول الاخرى في طريقه التحضر واستخدام السلطه في طريقه صحيحه، بحيث ان الكل يكون يشعر بالعدل والمساواه. اكيد كل الشكر لك محامينا المتواجد معنا عبد الله العلاج على تواجدك معنا في هالموضوع. يطول عمرك، يعطيكم العافيه وشكرا على الاستضافه. حياك الله. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع لكم.